بسم الآب والابن روح قدس إلهنا الواحد آمين. حرب شنعاء على الكنيسة القبطية وعلى المسيحية، ولا يكف الشيطان كل يوم إنه يبعت مراسيل عشان يعملوا نوع من الزعزعة للإيمان المسيحي. النهاردة حابب أتكلم عن عقيدة التجسد بشكل بسيط، تحتاج إلى محاضرات كتيرة، لكن كيف تقولون أن الله أخذ صورة جسد؟ أليس هذا إقلال من قيمة الله؟ سأجيب عن هذا السؤال. أستفتح العظة بقراية في رسالة العبرانيين إصحاح 2. قديس بولس بيقول كلام مهم جدا، يقول: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. لأنه حقا ليس يمسك الملائكة بل يمسك نسل إبراهيم، من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة مينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجرب. هذا ورد في عبرانيين 2. بيقول أن المسيح إلهنا عندما جاء في الجسد تشارك معنا. أنا عندي لحم ودم، يقول تشارك هو فيه وعمل نوع من المكافأة، أو نسميها نتيجة أو فائدة للتجسد. عمل حاجتين في النص ده: أباد الموت وأباد إبليس. يعوزني الوقت أتكلم عن الاتنين يمكن في مناسبة تانية، لكن كمان ما هو مقدر عندنا كمسيحيين أن المسيح إلهنا تشارك في أوجاعنا. كل وجع مر عليك أو مر عليك المسيح سبق وجربه، بس بين قوسين بلا خطيئة. تعلمون جيدا أن المسيحية لم تهاجم في القرن 21، ده المسيحية منذ نشأتها في اليوم اللي اتولد فيه المسيح إلهنا بالجسد. هاج الشيطان على المسيح، وجه المجوس يطلبوا من هو المولود ملك اليهود، وهيرودس أراد قتله. كأن اليوم اللي اتولد فيه المسيح كان خطة من إبليس أن يبيد المسيح، فمش حاجة جديدة. كانوا اتهموا في العصور المسيحية الأولى أن المسيحيين آكلي لحوم بشر، عشان أما بتروحي للإفخارستية بتقولي ايه؟ راح اخد جسد المسيح ودم، فالده بياكله لحوم بشر. واتهموا ايضا المسيحيين انهم يقدسون على رأس حمار، واتهامات كثيرة جدا، ده من القرون الاولى، لكن الكلام بقوله ده في القرن الثاني والثالث. عشان كده انا النهاردة حابب ببساطة شديدة اثبت سر التجسد، وأنه لم يكن يعني زي ما بيقول الناس حادثة في التاريخ وخلصت أو خيال. اللي منكم يقرأ رسالة يوحنا الأولى يعرف أن هي 5 إصحاحات. يوحنا الأولى كان بس بيعمل إيه قديس يوحنا اللاهوتي؟ فقط يدافع عن الإيمان المسيحي. يعوزني الوقت، تحتاج إلى 3 أو 4 محاضرات كلمكم أنها رسالة دفاعية يدافع عن الإيمان المسيحي. في وقت القديس يوحنا، لأنه تنيح يعني آخر الرسل، وده الوعد اللي كان واخده من كلامه مع المسيح في يوحنا 21: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ يعني يعيش شوية، عاش شوية كتير. قال أنه تنيح في
في نهاية القرن الأول المسيحي. فده عاصر شوية ناس بيقولوا حاجة ضد الإمامة. يعني ليه الموضوع ده؟ لأن لما بيحصل كرازة الناس بتآمن، أما الناس تآمن يطلع شوية ناس يهاجموا الإيمان المسيحي فتهاجم الإيمان. وكما قيل أن كل مهاجمة للإيمان المسيحي أخرجت درر من المدافعين، وكلام بنعيش بيه لغاية دلوقتي. أي حد اتهم المسيحيين حصل دفاع، إحنا عايشين على حسه دلوقتي. فما تتخضش لما الإيمان المسيحي يهاجم، ما تتخضش. قام مجموعتين ضد القديس يوحنا، مجموعة اسمها الغنوصية، دي مقصود بها المعرفة، مجموعة تاني اسمها دوسيتيين. دوسيتيزم يعني الخياليين، يعني المسيح لم يأتي بجسد لحم ودم لكنه كان خيال. ودي تهمة اتهم بيها أتباع المسيح، أن المادة، بيقولوا أن المادة شر، أن الجسد شر، أنه يوجد في المادة شر، عشان كده يوجد إله للشر وإله للخير. دافع القديس يوحنا اللاهوتي عن تجسد المسيح، أن المسيح جاء في الجسد. حدثكم أن بولس بيقول في عبرانيين: استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك كذلك هو فيهما. اشترك، عنده لحم ودم. المسيح أخذ ناسوتا كاملا، ليس فيه نقصان، بس بقول تملي بين قوسين بلا خطيئة. المجموعة دي اللي بسموهم الخياليين عملوا حاجات رهيبة ضد الإيمان المسيحي. أجاب القديس يوحنا، عشان تعرف إن هي رسالة دفاعية، صحيح فيها أكتر من 40 مرة يتكلم عن أحب، يحب، محبة، 40 مرة في الرسالة، لكن في ذات الوقت تحدث عن الدفاع عن الإيمان المسيحي. يقول، اسمع كده، القديس يوحنا بيقول إيه؟ يقول: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته. إيه؟ ليه بيقول لمسته أيدينا؟ أصل مش خيال. مجموعة بيقولوا ده المسيح خد شكل خيال. يعني إيه خيال؟ يعني أما تيجي تقرب منه تبقى إيديك في الهواء. ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. بيقول تاني القديس يوحنا، صح، ده صح الأولاني، صح الرابع، يقول: وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. أما يقول أن الله لا يستطيع أن يأخذ صورة جسد، هذا الكلام يقول لك ده مش من عند ربنا، ده روح ضد المسيح. وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي، والآن هو في العالم. كتير من الناس تنتظر الأنتي كرايست. قديس يوحنا من القرن الأول المسيحي بيقول أن هذا الفكر هو الآن موجود، الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم. ده بيخلينا نقول أن المسيح إلهنا أخذ صورة إنسان كامل. قديس كيرلس الكبير، ركز معايا في اللي أنا بقوله ده، قديس كيرلس الكبير بيقول: في اللحظة اللي أمنا العذراء قبلت البشارة وقالت له الكلمة دي للملاك، وذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. في اللحظة اللي قالت ليكن لي كقولك حصل الاتحاد، والاتحاد ده مش عينة جسد وكان في فارق زمن، اللحظة تم، بسميها very moment، إن حصل الاتحاد في ذات اللحظة، أي بعيد عن الزمن. يعني حصل الاتحاد، ما كانش الجسد لوحده وحل اللاهوت، هي ذات اللحظة. عشان كده نحن نؤمن ان لاهوته ايه؟ انتوا حافظين، لاهوته لم يفارق ناسوته. كمان هذا الجسد الذي اخذه ليس فيه اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. يعني المسيح الهنا لما خد صوره الجسد ما كانش فيه اختلاط. يعني ايه اختلاط؟ شبهوها للقديسين يقولوا،
لو جبت شوية فول وشوية عدس وخلطتيهم على بعض فتقولي ايه؟ ده فول وده عدس. قول بغير اختلاط ولا امتزاج. حط نقطة اللي منكم بيشرب شاي بليمون، بتحط الشاي وبعدين تحط الليمون بيحصل خلط، بس اللون اختلف، طبيعة الشاي اختلفت وطبيعة الليمون أيضا، بس حصل امتزاج. الكمان دي مش موجودة في طبيعته، ولا اختلاط ولا ايه ولا امتزاج ولا تغير. اللاهوت لم يصبح ناسوت والناسوت لم يصبح لاهوت، لكن قالها القديس كيرلس الكبير، طبيعة واحدة للإله المتجسد الكلمة، طبيعة واحدة للإله المتجسد الكلمة. احنا محتاجين نتعلم. ليه محتاجين نتعلم؟ لان احنا بنتسأل ولا بنتسألش؟ ها؟ فانا محتاج اتعلم. يعني النهاردة احنا جايين كلنا نتعلم. لماذا التجسد؟ او ما هي فائدة التجسد؟ ودي اشرح كتير بس عايز ناخدها في التطبيق. التجسد أعلن عن حب الله للإنسان. الإنسان محبوب الله، قال عنها الكتاب لذته. أن الإنسان، لماذا نبحث عن الإنسان؟ لماذا نعمل كرازة للإنسان؟ لماذا نهتم بالإنسان؟ لأن الله أحب الإنسان. كل مخلوقات الله في كوم والإنسان في كوم تاني. ليه؟ لأنه على صورته. كأنه بيقول له أنت غالي عشان على صورتي أنا. لما بتشوف ابن شبه مامته أو شبه باباه، طيب تبقى ده، يبقى الواحد يبقى مبسوط إن ده صورته. طيب ربنا خلق الإنسان على صورته، أعطاله كرامة مضاعفة. ما بقى رأيكم الناس عمال تقول إن إحنا شبه الحيوانات؟ يا عزيزي ده إلان من إمتى؟ كنت بني آدم بتفكر جيدا، ده إعلان من إمتى؟ وكيف أن الحيوان يستطيع أن يصير مبدع مبتكر مخترع؟ لا يستطيع، وهو حيوان وما زال حيوان. أصحاب هذه النظرية لماذا لم يتطور الإنسان بعد تطوره؟ من بيقوله هو جاي أصلا من أصل حيوان، طب ما ليه ما تطورش ما دام فيه خطة للتطوير؟ لكن لهم لا يعلمون. الله خلق الإنسان من العدم، يقول القديس البابا أثناسيوس، يقول العقيدة السليمة خلقة الكائنات من العدم. لأن كتير قوي بيميلوا يقول لك نظرية التطور، يقول لك لا، العقيدة السليمة خلقة الكائنات من العدم لسبب فرط جود الله وكرمه. أصل لو حصل تطور يبقى ربنا عمل إيه؟ لكن بيقول ده ما كانش موجود، يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. خلقة الإنسان بيقول البابا أثناسيوس أعلى من سائر الكائنات. عشان كده لما الإنسان في بلد ما يقلل من قيمته، الناس دي مش فاهمة. أقول في خجل يعني. مرات الناس بره لو يكرموا الفار عن البنات، القطة يهبوها الميراث، الكلب يعملوا له شوية حاجات. أحكي لكم حكاية فاني يعني شوية. في يوم من الأيام شاب مصري واقف قدام القضاء الأمريكي، فبيقول له أنت جاي هنا بتشتكي من إيه في مصر؟ قال له أصلي بيعاملوني زي الكلب. قال له واو، أنت عندك شامبو ودراي فود والناس بتهتم بيك، دي حاجة جميلة جدا جدا. هو مش فاهم إنه الكالتشر مختلف. فالإنسان أعلى. عندما نعلي الحيوان على الإنسان يبقى عليه العوض، وهكذا الغرب راح في سكة بعيدة. خلقة الإنسان أعلى من سائر الكائنات، ولكن دون أن تكون له المقدرة على البقاء مستقلا عن غيره. يعني الإنسان ما يقدرش يعيش بدون ربنا.
خلي بالك من اللي انا بقوله ده، ده رأي البابا اثناسيوس. انسان ما يقدرش يعيش بدون ربنا. عشان كده في العصور القديمة حصل الآتي، ان الناس اخترعوا آلهة، عمل وثن، تمثال، عمل شوية اشارات، شاف من الظواهر الطبيعية اللي ممكن يعبد الشمس، المطر، النيل عندنا في مصر. والانسان بقى بيدور على اله. يقول كده جعل الابدية في سفر الجامعة، جعل الابدية فين؟ في قلبهم التي بدونها لا يدرك العمل الذي عمل تحت الشمس. يقول كده العطية السامية الممتازة التي منحت إليه أن يكون على صورة الله. ده البابا سانس بيقول دي أكبر عطية، أنك مخلوق على صورة ربنا. عشان كده القديسين مرات اختاروا الإنسان وقالوا أنه شبه ربنا، نعرف نتكلم عن الثالوث من خلال الإنسان لأنه على صورة الله. العطية السامية الممتازة التي منحت إلى الإنسان أن يكون على صورة الله ومثاله، مع وعده بالسعادة بشرط استمراره في النعمة. والإنسان للأسف سقط من النعمة زي ما بيقولوا الإنسان. فالله أحب الإنسان، وما أحبه لقاه في وضع سيء جدا للغاية، وما لقاه في الوضع السيء راح جابه. ودي حاجة مش غلط. لما الواحد بيبقى في أزمة كبيرة جدا والناس تركوه، ربما يحس إن محدش شاعر بيه، لكن كون الله أخذ صورة إنسان ده أكبر دليل إنه بيحبك. بيحبك، بيحب. لو امتلأنا من هذا الحق الكتابي أن الله أحبنا، يقول لسنا أننا، قديس يوحنا بيقول لسنا أننا أحببنا الله بل هو أحبنا إيه أولا، هو اللي حبنا. ونعاش الإنسان بالحب ده ربما لا يستجدي، ما يشحتش من الناس محبة. صدقوني أتكلم عن خبرة روحية، لما الواحد يبقى مليان محبة ربنا ولا تفرق بيه محبة الناس دي ولا ليه إيمان. ليه؟ لأن الله أحب. يقول هكذا أحب الله، هكذا بهذا الطريق، أنه بذل نفسه، أنه أخذ مكاننا وجاي في صورة جسد. انتقل إلى أمر آخر، لماذا التجسد وفائدة التجسد؟ عاش عشتنا وشعر بينا. أما ناس تبقى في رغد العيش وبعدين تكلموا عن أزمة مع ناس غلابة، يقول لك أصل الناس دي محتاجة تشتغل. لكن لو واحد سمع وفاهم يقول لا أنا محتاج إن أنا أشعر بالناس دي. طب تشعر بيهم إزاي؟ تبقى تعيش عيشتهم، تنزل إلى مكانهم. كانت عندنا خادمة هاي كلاس كده وأنا في كنيسة في القاهرة، كانت بتدينا خدمة يعني، فبتلبس لبس شيك قوي، بس مرات أشوفها لابسة لبس متبهدل. تقول لها انت لابسه كده ليه؟ خادمه بتاعتنا يعني. تقول اصل انا نازله للناس الغلابه يعصروا مني، لما يشوفوا حاجه غاليه هيعصروا، مش معقول. فالله اخذ صوره انسان لانه شعر بالانسان، حس بيه. النص اللي انا قريته اما بيقول لانه فيما هو قد تألم مجربا يقدر ان يعين مين؟ المجربين. هو اتألم بكل ألمات البشر. أنا محتاج حد منكم يقول لي أنا عندي ألم معين، أنا هجيبه فين؟ هجيبه لك. المسيح تألم ذات الألم، فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. عشان كده يا أحبة لما بنشوف المسيح إلهنا مر بحاجات صعبة للغاية جدا، خيانة، خانوه، رفض، اترفض، طرد، طردوه، شالوه من على جبل يرموه، حصل جاع، عطش، تخلوا عنه كل الأصدقاء والأصحاب، آلام رهيبة على الصليب ربما لا نفهم،
لدرجة إن إشعيا النبي في إشعيا 53 يقول لنا كده: لكن أحزاننا إيه حملها وأوجاعنا تحمل. كل ما مر بالإنسانية مجتمعة، ركزوا معايا لأن اللي بتكلم عنه ده الله، كل اللي مر بالإنسانية مجتمعة من آلام المسيح اللي هنا شاله في الجسد. عشان كده لما الواحد يتعزى قال لنا كده القديس بطرس يقول: الذي بجلدته شفيته، في نص تاني الذي بجراحاته شفيته. أي أن عندما رأيت أنت ألامه استصغرت ألمك فشفيت. عشان كده لماذا التجسد وفائدة التجسد؟ لكي يشعر بنا. يقول كمان في رسالة العبرانيين، عبرانيين 4، يقول كده: لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيئة. يعني ايه واحد يرثي لضعفتنا؟ اتمنى اجيب سيرة دكاترة العظم، عفوا يعني دكتور العظم لما ساعات يكشف على المريض فيعمل ايه؟ يعمل اي حركة، يروح ماسك مثلا الرجل عامل فالست يا عيني تصوت وتجيب الخمس عم. حد حصل معاه كده؟ في كذا واحد عمال تقول كده. انت بقى الطبيب دوا بتاع العظم يبقى بتعامل مع المريض بطريقه احسن من كده. عارفين لو هو نفسه حصل له ده، لكن هو ما حصلوش، تقول لها مش مشكله، هو يروح عامل لها كده خلاص دي راحت من الدنيا. مرات عملوا كده، دكتور عمل كده مع ده، راحت دخلت في غيبوبه. لكن يقول قادر ان يرثي لضعفاتنا، عارف قد ايه احنا يعني ضعاف. عشان كده كان يحمل وكان يرفق واقترب من الابرص اللي شكله وحش اللي ينجس كل البشر ما عدا السيد الرب الاله. فشعر بينا، حس بينا، ودي اللي موجوده في انجيل معلمنا مرقس الصح الاولاني يقول عنه كده الكتاب. يقول انه جاء الى الابرص ولمسه، دي اول مره في عمره ان في حد يلمسه لانه معزول بره المدينه. هذا الابرص اللي عنده مرض جلدي ممنوع حد يقرب منه. يقول كده: يغطي شاربيه، اللي هي الكمامه، يغطي شاربيه، ينادي: نجس نجس. كمان مش بس كده، يمشي وثيابه مشقوقة عشان الناس يشوفوا كل الحاجات اللي عنده. لكن يتقال عن الرب الإله إنه جه ولمسه، حن عليه، وكدي أول مرة في عمره حد يقرب من إيده ويلمسه. كذا يحب هو شعر بنا. التجسد، ما فائدة التجسد؟ مش إله معزول وفي أنا مش عارفه ده مين أصلا، مين الإله ده؟ لما تسأل أي حد هو فين الإله بتاعك ده؟ أين إلهك؟ لكن أعرف تماما أنا أن الله أخذ صورة جسد، حن علينا، حنن علينا. ثالثا، حدثتكم أن فائدة التجسد الله أحب الإنسان. ثانيا، عاش عشتنا. ثالثا، جاء ليشترينا. يعني ايه يشترينا؟ كلنا كنا تحت عدوين، عدو اسمه الموت وعدو تاني اسمه ابليس. ده رأي الرسول بولس قديس رسالة عبرانيين. احنا كنا عندنا اتنين اعداء: ابليس يخوف الناس، ابليس يقتل الناس. قال عنه كتاب مسيح بلسان مسيح الهنا يقول كده: ذاك كان ايه؟ قتالا للناس من الباب، بيقتل الناس، مش بيقتل الناس بقى وهم عايشين، يديهم احساس الخوف بتاع الموت. تخيل لما ناس يقعدوا عايشين عشان الاتي، يقعدوا منتظرين موتهم، او اما تيجي سيره الموت
رجليه اتخبط في بعض، او مش عايز يسمع السيره دي. جاء المسيح الهنا لما خد صوره جسد. شوف النص اللي بيقول كده، فاللي انا قريته في رساله عبرانيين، فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو كذلك فيهما لكي يبيد، ركز معايا، لكي يبيد بالموت، بموت المسيح، ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس. يعني المسيح جاي لما خد صوره جسد عشان يعمل نوع من الاباده للموت وايه؟ وابليس. طب ما احنا لسه في موت، بس انتهت سطوه الموت. هشرحها لكم بطريقه بالذات عن ابليس. دلوقتي في موضه عند بعض الناس الاغنياء يجيبوا اسد. احنا بالعافيه نجيب قطه او كلب، لكن هم بيجيبوا اسد حسب فلوسهم. فتخيل كده ان حضرتك راح تزور واحد ولقيت في الجنينه بتاعته ايه؟ اسد. فتحت البوابه الحديد لقيت اسد. ماذا سيحدث لك وانت كده 10 رجاله ببعض؟ يحصل لك ايه؟ ها؟ اسد. عارفين القبضه بتاعت الاسد دي قد ايه؟ حوالي قريب من طن ونص. يعني السنان بتاعته لما تيجي تطبق على حاجه كانك نزلت عليها عربيه ثلاث ارباع نقل ولا عربيه، طن ونص كده. عشان كده هو يعرف يقرقش عاد. فتخيل الاتي، ان حضرتك شفت الاسد وجاء قال لك انه انت غلبت الاسود ودي الاسود اهي. قال لا، بس انا نسيت، انا داخل الراجل الغني ده اللي عنده اسد في الجنينه، لقيت لمحت سلسله وهو مربوط في السلسله جنب عمود. انا اتخضيت بس ما يقدرش يقرب مني. امتى الاسد ده يأذيني؟ ها؟ امتى يأذيني؟ لو انا قربت او ذهبت الى دائرته، المحيط بتاع السلسله، العمود والسلسله. فلو رحت المحيط ده هيجيلي، طب بعيد عنه شويه ما يقدرش. هكذا يا احبه، المسيح قيد ابليس بالتجسد، قيد ابليس. وبعدين مالوش سلطان على اولاد الله. امتى بقى اولاد الله يعملوا كارثه زي ما اتفقنا؟ يعملوا ايه؟ يروحوا للدايره بتاعته. ناس تعمل احجبه، ناس تتعامل مع الشياطين، ناس ما عرفش يدخلوا في اسحار، ناس ناس ناس. سالوا اللي بيخدموا في افريقيا، تلاقي الناس بعاد جدا في قيود من ابليس لانهم دخلوا الدايره بتاعته. لكن يقول أبادة بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق الذين هم بسبب الموت كانوا جميعهم تحت العبودية مستعبدين. فالمسيح إلهنا جه عشان يبيت ويعمل نوع من الشرة. أنت كنت مقيد تحت إبليس، المسيح نزع سطوة إبليس. قال عنها بعض القديسين زي ما حدثتكم عن السنان بتاعت الاسد، هنعمل حاجتين في الاسد، نشيل مخالبه الضوافر بتاعته ونشيل سنانه. يبقى ما تيجي ممكن تعمل ايه معاه؟ تلعب معاه، تشيله، تخبط فيه، ما يقدرش عليه لانه سطوته راحت، سلطانه راح. هو ده اللي عمله المسيح. لكن ينتظر ابليس اليوم الاخير، يقول كده القاه في بحيره النار والكبرياء إلى أبد الآبد في سفر الرؤيا. لكن حاليا دلوقتي إبليس لا يقدر على المؤمنين إن كانوا في اتحاد كامل مع المسيح، ما قدرش عليهم. لكن في ناس للأسف مسيحيين دخلوا في الدايرة بتاعة إبليس. رابعا، آخر حاجة، جاب السماء على الأرض. دي حاجة مهمة جدا. يقول الذي يأتي من فوق وفوق الجميع، والذي من الأرض، أي حد، أي اعتقاد مهما كان اسمه، هم أرضيين. أي واحد جه قال شوية كلام عن عقيدة هو أرضي. القديس يوحنا يقول الذي يأتي من فوق وفوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي،
من الأرض يتكلم. اللي جايين ده جاي من السماء، يقول متى أدخل البكر إلى العالم، يقول ولتسجد له كل ملائكة الله. لكن في نفس الوقت المسيح إلهنا أشار إلى واحد اللي اسمه نسنائيل. نسنائيل أما قال وأنت تحت شجرة تينة رأيتك، فاستغرب. ما نعرفش كان نسنائيل بيعمل إيه تحت شجرة تينة، ربما كان يفكر في مسيا، هل كان ينتظر مسيا؟ فاتخض نسنائيل، قال له أنت ابن الله. قال له أنت انبهرت يعني ما قلت لك كده؟ اسمع بقى اللي جاي. قال الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. من الآن ترون السماوات مفتوحة، كأن المسيح أغرق الأرض بملائكة وقديسين. والملائكة والقديسين ربنا خلهم لنا، يعني مثلا احنا عندنا في الكنيسة نؤمن بكده ان هناك ملاك للذبيحة كل يوم. اقول لكم حاجة انتم ما تعرفوهاش ولا تعرفوها، ممكن نلاقي اب كان كبير شوية في السن وعينيه وجعان، ساعات لما بيدي الجسد ممكن تقع منه جواهر غصب عنه. من مسؤول عن الجواهر دي ترجع تاني الصينية؟ ملاك. انتوا ما تشوفوش، هم الابهات بعد ما بيمسح الصينية، مش عارف بتشوفوا المنظر ده ولا لا، يلاقي فيه جواهر وهو مسح. والشماس يستغرب الحدث ويقول ده ابونا مسحها، ده في حاجة جديدة موجودة، ابونا خلاص. لكن جد انتوا ما تشوفوش الكلام ده، هنتكلم حاجة يقينية ان الملائكة والسماء جاب لنا السماء على الأرض. يستطيع الشخص أن يقول عن نفسه وهو في الكنيسة إذ وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كإيه؟ القيام في السماء. كان قبل كده في عزلة بين السماء والأرض، لكن المسيح بمجيئه راح جات شوية ملائكة، جوقة من الملائكة، جمهور من الملائكة في ميلاده، جه جمهور من الملائكة. عشان كده يا للفخر ان احنا كمسيحيين بيتعاملوا معانا ملائكة، بتتعامل نسمي الكنيسة بيت الملائكة. عشان كده لما تروح دير قديم او مكان فيه صلوات كتير